اليوم راح نتكلم عن الحلقة رقم 4 من الكرتون الشيطاني هلا بوس، وهذا الكرتون من نفس إخراج اللي مسؤولة عن هازبن هوتيل، فهي اللي عملت هازبن هوتيل عملت كمان هذا الكرتون، وتقريبا هذا الكرتون نفس الفكرة الأساسية، في جنة وفي نار وفي كمان الناس موجودين البشريين، فتقريبا نفس الفكرة نفس الانيميشن، بتحسه نوعا ما متشابه بس القصة مختلفة تماما، لانه بهذا الكرتون الشياطين اللي موجودين اللي عايشين بالجحيم شغلتن انه يروحوا ويقتلوا الناس، هاي شغلتن ليش ويجيبون على الجحيم، يعني بيشتغلوا كأن قتلة مأجورة، فبس هاي هي الفرق الوحيد. اما هنيك عم نشوف النزاع بين اهل الجنة واهل النار وبدن يعملوا فرصة تانية، هذا بكرتون هازبن هوتيل. اما هون كرتون هيك مخبص ما بعرف شلون، بس ضايع هذا الكرتون تماما، والحمد لله الوضع عم بيتحسن أدنا يرجعوا تمام، عم بسمع الأمور كلها طيبة، إن في هذا مسكر، هذا فتح، كان هذا فاتح، هذا سكر مناوبة، هذا بسكر هاد بفتح هاد بفتح هاد بسكر هاد، عيوني لسه عم بيوجعوني عم بيدمعوا كتير من الإضاءة، فتحملوني يمكن كمان شي 4-5 فيديوهات والأمور طيبة، ويمكن أقدر أشلح النظارة ويمكن بعدين أكون بعد 2-3 يعني أتحسن وأقدر أشيل النظارة، بس حضل لابس النظارة لأني أنا عم بصور باليوم ممكن 2-3 حسب يعني شو بلاقي مواضيع وأجهز، يعني أكون مجهز وعم بتكلم عنن، فبكون بنفس اليوم عم بصور. فخلونا نبدأ هلأ، حسيت حالي طولت كتير، طولت ولا لا اكتبوا لي تحت، فخلونا نبدأ هلأ ونتكلم عن الحلقة رقم 4. ببداية الحلقة راح نشوف في كائنات، حيوانات مو كائنات، حيوانات مثل الخرفان والغزلان وهيك شيء، عساس انه هدول الكائنات او هدول الحيوانات هن الملائكة او هن المسؤولين عن الجنة، فبيكونوا عم بيغنوا الغنية وشغلتن انه اذا في حدا بده يقنعوه ما يعمل هذا الشيء، والغنية هاي اللي شغالة بتكون طالعة على التلفزيون بمكتب بلدزو اللي هو الشيطان بالجحيم، وهذا الشيطان فاتح مكتب عبارة عن انك بتروح لهذا المكان تستأجرن، بيروحوا بيقتلوا لك واحد من البشريين، لما يقتلوه بيجي على الجحيم وبس، هذا شغلتن هيك، انه يروحوا على عالم البشريين يقتلوا واحد يغتالوه وخلصت القصة. فبعدين بليدزو بيكون عم بتفرج هذا الاعلان وبيطلق على التلفزيون وما بتعجبه الفكرة، فبتصير الارض تهز، فبيفكر من الطلقة، بعدين بيعرف انه هاي هل كويك او مو ايرث كويك، يعني هزة ارضية، هزة جحيمية لانه ساكنين بالجحيم، بعدين بيكتشفوا انه هاي مو هزة جحيمية، بيكون في واحد دخل لعندن فجر الحيط ودخل لعنده، بيحكي له انه انا بدي استأجرك من شان تروح وتقتل واحد موجود بعالم البشريين، وهذا الشخص اللي بدياك تغتاله رح يكون كان شريكي بالعمل، فليش بدياك تروح تغتاله؟ لا، لانه نحن صممنا مثل آلة، وهي الآلة بتخليك اذا انت كنت رجال عجوز ترجعك شباب من اول وجديد، فيعني بترجع عمرك اذا كبرت بالعمر، فهي فكرة الآلة، واذا كنت صغير اذا بدك كمان بتكبرك بالعمر، فحسب اللي بدك يا حسب الطلب. المهم هو كان اكبر من زميله، ولما دخلوا جوا الآلة وبدن يجربوها انه يرجعوا شباب كمان او يرجعوا صغار بالعمر، للأسف كانوا حاطين المقبض تبع انه تختار كبير او صغير، اختاروا انه يكونوا كبار بالعمر بالغلط ودخلوا جوا، لما اشتغلت الآلة هو كان اكبر منه فكبر كتير ومات وانتقل للجحيم، واجا هون عند هذا القاتل المأجور وحكى له انه بديك تروح تقتل زميلي، لانه اذا راح يضل حاله راح ياخذ كل الثروة اللي عملناها مع بعض، والمفروض انا كنت اخذ معه القليل من هاي الثروة لانه انا وياه عملنا هذا المشروع، ما بدي يكون غني لحاله، فزميله طماع كمان يعني، والاثنين طماعين صراحة، فبدي اياك تروح وتغتاله وما تخليه مبسوط بحياته ومن دوني انا، لانه كيف عم بتهنى بكل المصاري وانا شريكه يعني. فالمهم بليدزو بيقبل الموضوع وخلص بيجهز الوضع وبينزلوا على الأرض لعند البشريين، وبيروحوا لعند هذا الرجل العجوز اللي صار كتير غني بسبب المشروع اللي عمله، فلما يروحوا لهنيك ويراقبوه بكونوا جايين ليغتالوه، ولا بيشوفوا انه هو اصلا على وشك انه ينتحر لانه مل من العمر اللي فيه وما في شيء رح يعمله، وخلص كبر بالعمر ومعه كتير مصاري وجرب كل شيء وعمل كل شيء، فهو على وشك انه ينتحر وعم يعمل مثل شغله من شان يحطه براسه
ويموت، فبيجوله مثل هدول الكائنات اللي كانوا موجودين على التلفزيون بأول الحلقة اللي بيجوا بيحاولوا يقنعوك ما تنتحر وما تقتل حالك، فصيروا يحكوله انه لسه الحياة جميلة، انه لسه في كتير شغلات فيك تعملها، ليه بدك تعمل هيك؟ فالشياطين بيدخلوا لعندهم وبيكونوا كتير معصبين، بيحكولوا ليه عم بتحاولوا تقنعوه وعم بتخربوا شغلنا، خلص كان هو رح يقتل حاله بحاله وما نعمل نحن اي شيء ونرجع مرة تانية وامورنا طيبة، فانتوا خربتوا علينا الموضوع. فبيحاولوا بأول طريقة انهم يقنعوه، فبياخدوا هذا الرجل العجوز على الغابة وبيفرجوه انه كيف الطبيعة جميلة جدا والحياة جميلة. بعدين بيجي الشيطان وبيغير له المنظار لمنظور تاني اللي هو كيف الكائنات عم بتقتل حالها، وبعدين بيجي ذئب وبياكل هذا، وبعدين بيجي دب وبدعس على هذا، وبعدين بيجي صياد بيجي على راسه تبعيت النحل، فبيكون مثل متجرة وشي مخيف جدا، فبيخاف على السرير وبيحكي خلاص لا انا قررت انتحر. فبعدين الكائنات المنيحة بتاخده على مكان تاني وبتاخده لعند بابا نويل، وبتشوف كيف انه الحياة بريئة وكيف الاطفال عم بيستنوا على الطابور وبدهم يتصوروا مع بابا نويل وكل المبسوطين واشكال الاطفال بريئة جدا. فبشو بيعملوا الشياطين؟ وبيروحوا بيشلحوا بابا نويل وبطلع شكله كتير مقرف، وكل الاولاد بتهرب وبصير في صريخ والمنظر جدا مرعب. هو كمان بيشوف هالمنظر بيكون بالبداية مبسوط، بس لما يعملوا هيك الشياطين بيخاف كتير وبيقرف من الموضوع، بيقول لا خلاص انا لسه مصر اني انتحر. فبعدين الكائنات ما بتستسلم وبترجع بتاخده على مكان تاني، بتاخده على محل الاوبرا. الاوبرا محل ما بيغنوا ناس، بس صراحة انا بشوف شيء مزعج جدا اللي هو بضل يصرخ هيك اصوات مزعجة. في ناس بنبسطوا، بحس الاغنياء اللي معاها المصاري بصير يخترعوا شغلات تبسطن هيك، شغلات سبيشل بس خاصة فيه، لان احنا معانا مصاري فنروح اماكن ما بيروحوا الناس اللي ما معها المصاري، فنروح نسمع لوحدة بتصرخ. فاخدوا عند وحدة بتغني هيك الاوبرا اللي هذا اللي حكيت لكم عنه، وبتصير هدول الكائنات تقنع انه شوف انه كيف الصوت تبعها جميل جدا وصوته مليء بالحياة والسعادة، فانه ليش انت بدك تعمل هالشي، لسه الحياة جميلة. بعدين بتكون الشياطين واقفة فوق وعم بتخرب على المغنية، فبتشيل الضوء بتزيحه يمين بتروح على اليمين، بتزيحه على اليسار بتروح على اليسار المغنية، فصوته بيخرب وبتصير تقطع بالغناء، فالصوت بتصير مزعج بالنسبة له لهذا اللي عم بيحاول انه ينتحر وعم بيقنعه انه ما ينتحر. فبعدين الشياطين بالغلط بتوقع الضوء على المغنية وبينزل عليها وبيصير في دم والمنظر جدا مقرف، وبيرجع وبيضل بده شو انه ينتحر. فلما المحاولة الثالثة ما تزبط مع الرجل العجوز والكائنات هي اللي جاي من السماء ما تقدر تقنعه، فبتروح لعند الملائكة وبتعصب وبتطالع أسلحة. فبعدين بيصير في خناق بين الحيوانات وبين الشياطين، وبتصير يحكوا له انه انتو خربتوا علينا، هي المحاولة الثالثة معه وما قدرنا نقنعه. فالكائنات اللي جاي من السماء بتطالع أسلحة وبيصير بيناتن في حرب، وبيصير يقتلوا جميع الناس اللي حواليهن وهن عم بيتقاتلوا. والرجل العجوز بيكون عم بيشوف هذا الشيء، فهو هيك بعد بيفكر بالموضوع، بيقول انا هلا اقتنعت انه خلاص ما بدي اقتل حالي، لانه نحن ما عندنا غير حياه وحده، فانا لازم انبسط بهالحياه، وغير هيك انا لساتني غني. وهن ضمن القتال راح يوقع واحد من الشياطين اللي هو بليتزو، راح يوقع على الارض. لما يوقع على الارض راح يطير البيانو اللي كان واحد عم بيعزف عليه، فلما يطير هذا البيانو بالسماء راح يوقع وين؟ على العجوز. بعد ما اقتنع انه خلاص بده يضل عايش راح يوقع عليه البيانو ويموت. فهون الشياطين رح تصير تحكي للكائنات السماوية، تحكي لأنه شكرا إليك عملتينا شغلنا إنه نحن ما قربنا عليه، أنتوا اللي قتلتوه وشكرا إليك، وبيرجعوا للجحيم. وبنفس الوقت هدول الكائنات بيحاولوا إنه يرجعوا مرة تانية على الجنة أو على السماء، بعدين بطردوه وبيحكون إنه أنتوا تسببتوا بقتل هذا، فنحن متأسفين فما فيكم ترجعوا مرة تانية. فالكائنات اللي كانوا عم بيحاولوا يصلحوا بالدنيا وعم بيحاولوا يساعدوا هذا الرجل العجوز إنه ما ينتحر اتقلعوا، لأنه بالنهاية هن كانوا سبب بموته. فبعدين بالنسبة للشيطان، الرجل العجوز ما رح يروح للجحيم، والشخص اللي اجا وكله وعطالبه هم انه يروح يقتل هذا رح يرجع له المصاري، لانه هو مات بطريقة ما انه انتحر، فاذا لو انتحرت حتروح على الجحيم، بس لو انت انقتلت حتروح على الجنة. فكان عم بيتصله ويحكي له انه المهمة ما زبطت، وفجأة بيجي نفسه هو اللي كان بالبداية عطيه هاي المهمة، بيحكي له انا جدا اسف ما قدرت اجيبه. وفجأة بنلاقي انه كمان العجوز الثاني اللي قبل شوي لحاله مات من البيانو كمان موجود بالجحيم، فبيستغربوا هن ما قتلوه، هو انقتل فالمفروض يروح على الجنة يعني. فبيحكوا له انه كيف اجيت؟ بيحكي له ما انا كتير غني، واي واحد غني معظم الاغنياء بيكونوا بيعملوا شغلات سيئة جدا، وانا كنت عم بعمل شغلات سيئة كتير، فمشان هيك انا اجيت كمان على النار. ومن هون يعني تقريبا بتكون انتهت هي الحلقة. حلقة كانت
بسيطة خفيفة لطيفة، أصلا كانت قصيرة جدا مكونة من 15 دقيقة بس. بس لعند هون بتكون وصلنا لنهاية الحلقة رقم 4 من الكرتون اللي انتو كتير تعشقوا صراحة، بتحبوه كتير لأنه كل الكومنتات أو كل المسجات اللي بتجينا على انستغرام، وسامة كملها لفا بوس، وسامة كمله خلاص صراحة أكمله، بس شوي شوي خلينا نلاقي أفكار جديدة شغلات أجدد بعدين بنكمله كل فترة وفترة. فبس لعند هون بكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة. إذا عندك مقترحات، أفكار جديدة، كرتونات جديدة بدك أتكلم عنها، ابعث لي إياها على انستغرام مع الكلمة السحرية أسامة ناجيتك من يوتيوب، تكلم عن هذا الموضوع، احكي عن هذا الموضوع، شوف هذا الكرتون، وإن شاء الله راح أتكلم عن الموضوع اللي بدكم إياه. فبس والله إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعطينا لايك وسبسكرايب، واكتب لي كومنت جميل على ذوقك تحت، وبس أشوفكم بالفيديو القادم.